للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة. سعادة السفير، تحية طيبة. وقمة القاهرة للسلام والبيان الصحفي الرئاسي المصري وما خرج به من أهمية وجود العمل الجماعي من أجل احتواء الأزمة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه. اهلا وسهلا، واسعد الله مساءكم، وتحيه لكل المستمعين والمشاهدين في جمهوريه مصر العربيه وخارجها. حول القمه، اولا اود ان اتقدم بجزيل الشكر للجانب المصري وحكومه مصر وعلى راسها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدعوه لهذه القمه لتهدئه الاوضاع في قطاع غزه ومنع وقوع الكارثه الانسانيه والحد منها ويتابع يعني. ومن خلال متابعتنا حول هذه القمة ومشاركة أيضا سلطنة عمان ضمن هذه الدول وإلقاء كلمة أكدت على أهمية إيقاف حالة الحرب وضرورة يعني إعطاء جهود السلام الفرصة وفتح الممرات والمعابر لوصول المساعدات الانسانيه لاخوتنا في في غزه، ووصول ايضا المساعدات الطبيه التي بحاجه اليها باشد الحاجه اليها. وهذا ايضا حقيقه يحسب لجهود مصر ب يعني الدعوه الى فتح هذه الممرات والشروط بان لا يمكن يعني الا أن تتم هذه يعني المساعدة في البدء كي يتم الحديث عن أي أمر في الأيام القادمة. نعم، توفير الممرات الإنسانية الآمنة. نعم توفير الممرات الإنسانية الآمنة. واليوم لله الحمد نجحت هذه الجهود بوصول أول دفعة للمساعدة الإنسانية، واستمعت إلى زميلكم الذي يرابط هناك مع الكثير من الإخوة من مصر ومن بعض الدول الأخرى أيضا القادمون لهذه المساعدة، الهابين لمساعدة إخوانهم في غزة بعد هذه المذابح والتي ما زالت مستمرة. والله ونسأل الله يود هذا المؤتمر وما استمعنا إليه من كلمات من وفود الدول المشاركة التي حقيقة ركزت أيضا على الجانب الإنساني وركزت. والبيان الختامي أو عفوا البيان الرئاسي الذي صدر أكد على هذه النقاط الثلاثة: الممرات الآمنة، ضرورة يعني الإسراع في المساعدات الإنسانية للتخفيف عن ويلات هذه الحرب التي نشاهدها وتعتصر قلوبنا حقيقة ما نشاهده بشكل يومي يعني. ثم أن أيضا لابد من خيار السلام الذي أكدت عليه جميع الدول حقيقة، لابد من النظر إلى الأسباب التي دعت إلى هذا. 70 عاما أو أكثر ربما أخوتنا في فلسطين في كل أماكنها وفي كل بقاعها في الضفة وفي غزة، ما نشاهده حقيقة طوال ما شاهدناه طوال هذه السنوات ويعني ما يمارس ضد الفلسطينيين من مهانات ومن عنف ومن مذابح ومن حرب يعني هي التي قادت الى هذا الى هذا الانفجار. وكان ونبهت عليه الدول العربيه وما زالت العربية سعادة السفير. يعني نحن بنتحدث عن احتواء الازمه والتصعيد العسكري ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، وإسرائيل هي الأخرى ما زالت تهدد مثلا بقصف مستشفى القدس حتى اللحظة التي نتحدث بها، وهناك تحذيرات من منظمة الصحة العالمية وقلقها بشأن هذا التحذير الإسرائيلي. نحن حقيقة نستغرب ونعرف عن الاستياء من بعض الدول التي حقيقة لا تشاهد ما يجري هناك، يعني تساوي بين الضحية والجلاد. لم يعني بعض الكلمات التي استمعنا إليها من بعض الوفود مع الأسف خاصة الدول الغربية يعني لم تشر على الإطلاق إلى الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر. يعني هذا نحن نرى أمام أعيننا، ويعني هم أيضا يدركوا
ان المستشفى الذي ضرب وماتوا فيه 500 فرد لم يكن الا من الجانب الاسرائيلي، لم يشر اليه على الاطلاق من بعض الدول. مع ذلك هذه الدول تشجع اسرائيل على الاستمرار في 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 غيها وفي استخدام العنف واستخدام السلاح واستخدام القوى المفرطه. ما ذنب المدنيين؟ نحن نقول دائما اننا ضد استهداف المدنيين. حتى هذه الحرب اذا كانت كما يدعون وكما يدعي بعض الدول الدفاع اسرائيل عن انفسها او عن نفسها، هل هذا مخالف للقوانين الدوليه، مخالف لقوانين الحرب التي تنظم هذه المسائل؟ ما ذنب المدنيين ان يكونوا في وسط هذه المعمعه؟ اطفال تتطاير اشلائها يعني. ففعلا يعني جاءت دعوه الى هذا المؤتمر للتخفيف المعاناه، لايصال الصوت، ثم انه ايضا يعني محاوله يعني انهاء ما يسمى بعمليه السلام. كل الجهود التي تمت خلال السنوات الماضيه كلها يراد لها ان تنتهي هكذا بانهاء ما يسمى ب يعني تكوين دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة مع إسرائيل يعيشوا نعم. حسب القوانين الدولية. ومن ثم جاءت التحذيرات المصرية من مخاطر امتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الإقليم إذا لم تحل القضية الفلسطينية ويستمر هذا التعسف الإسرائيلي والمماطلة الدائمة. هذا وارد، لأنه لا يمكن أن يعني نرى بأم عيوننا والإخوة الفلسطينيين يلاقوا من العذاب والقتل والدمار في النساء وفي الأطفال وفي كبار السن، وأيضا في محاولة تهجير، هذه محاولة مرفوضة تماما يعني يعني تحت تصدير هذا تصدير المشاكل إلى دول أخرى مجاورة وغير ذلك. يعني هذا أمر مرفوض وقد أشارت إليها عدد من الدول، وهذه رسالة مهمة أن يعيها العالم وأن يستوعبها العالم انطلقت من خلال هذا المؤتمر. نعم، أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة.